الحقيقة ربنا علمنا ان كل حاجة ليها جرس انذار. العربية قبل ما بتشطب بنزين بتقعد تنور لك في التابلو عشان تقول لك احترس، البنزين قرب يخلص، او احترس في عطل في الكاوتش. جسم الانسان لما بيبدأ يدخله مرض بيبدأ يديك جرس انذار عن طريق بعض الالام عشان تنتبه، عشان تاخد بالك، عشان تعرف ان في مشكلة انت مقدم عليها. لو تجاهلت المشكلة وقلت مفيش حاجة، عربيتك بتقف أو موتورك بيعطل أو جسمك بيمرض. هذا هو الحال الآن في مصر. من يصم آذانه عن صرخات الشارع المصري والشعب المصري هو بالظبط اللي مش بيسمع التنبيهات والتحذيرات، بالظبط اللي بيصمم إنه يعيد كلامه تاني ويأكد إن الشعب صامد وساكت ومستجيب وكيوت، وان الشعب اللي مسكتوش بس هو الخوف زي ما كل الناس عارفة، هو بيصم اذانه عن الوقت المعلوم لانفجار المصريين. خلاص المصريين وصل بيهم الحال انهم تقريبا انفجرت اوضاعهم، مش عارفين يعملوها ازاي. الحياة كنا دايما نقول انها اصبحت مستحيل، اصبحت صعبة. تجاوزنا الصعب الان ودخلنا في المستحيل، ورغم ذلك ورغم أننا نقف الآن كما أقول لكم على حافية النهر، لسه ما دخلناش جوه، لسه ما غوطناش في الغريق. كل ده، ولا أريد أن أكون نذير شوء لكن أكررها، كل ده إحنا لسه واقفين على حافة النهر. كل اللي بتصرخوا منه يا مصريين وبتعانوه لسه واقفين على الشط، ما دخلناش جوه. كل ده ولسه ما دخلناش، ده اللي خلى المصريين النهاردة يخرجوا لدرجة انهم عملوا الحاجات اللي كنا بنقول عليها حرام، وكون المصريين بيوصفوها انها خروج عن الدين. مش خروج عن الدين ولا حاجة، لكن النبي نهى عنها طبعا، شق الثياب. تعالوا نشوف المصريين وصل بيهم الحال النهاردة ليه. نبطل شغل التراك، احنا عايزين نعرف مصر مودانا على فين، ولا نجارة نفعة ولا سباكة نفعة ولا اي شغلانة. والعلف دي بقى ب 30,000، هنشتغل ازاي من 20,000 يوصل 30,000 في اسبوع؟ حرام عليكم، مش لاقيين شغلانه في البلد نشتغلها. زهقنا، زهقنا من ام مصر. نبطل شغل التراك، احنا عايزين نعرف مصر مودانا على فين، ولا نجارة نفعة ولا سباكة نفعة ولا. ده اللي كنا بنقول عليه في مصر طلع من دينه، يعني شق هدومه وطلع. هي دي بداية، لو ما خدتش بالك انت منها، لو ما خدتش بالك من الانفجار، لو ما خدتش بالك من اشارات العربية، لو ما خدتش بالك من الام الجسد، كل ده اشارات الانفجار. انت مش عايز تاخد بالك، وده يمكن يكون من توفيق ربنا. والمصريين كعادتهم ما حرموناش حتى من انهم يسخروا من هذه الاوضاع. المصريين انتوا عارفين دايما هم اولاد النكتة، وكل شيء بيتألموا منه بيقلبوه لنوع من انواع الكوميديا السوداء. المصريين سنتين 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 على المصريين البقارة الغلبانين، سنتين على المصريين البقارة الماسكين، سنتين على المصريين البقارة المحتاجين. طب دول يجيبوا منين؟ طب دول يجيبوا منين؟ الشاي بقت ب12 والسكر ب60، الشاي بقت ب12 والسكر ب60، والزيت بقى ب80، والزيت بقى ب80، وكمان ما احناش لاقيين، وكمان ما احناش لاقيين على المصريين. بغض النظر طبعا عن انه محاولة نوع من انواع الاستخفاف او الاستلطاف يعني، لكن هي الاختصار اللي قاله ده في الاول هو الشيء المزعج جدا. سنطين على المصريين، يا رب ما تكتبها كده. لكن يا جماعة بنقول لكل حد سواء في البلد مسؤول او حد خايف على الوطن او حد مش عايز يحس، كل دي جروس انذار، مش عايز تسمعها انت حر.